الحمد لله رب العالمين وأنتم تضحكون، والله يشهد وأنا أعلم أن مزمل الفقير كاذب كاذب كاذب. أولا في تهمة القبض عليه، وهذا جوال يشهد في اليوم يوم الأحد 12/10/2017 تم القبض عليه، وفي نفس الساعة تقريبا الساعة 10:55 أرسل شبابه وتبعه قولا أن مزمل لم يتم القبض عليه، ولكن تبين لنا من التيار بعض التفصيل المؤكد أن مزمل تم القبض عليه وفتح بلاغ بالرقم 377/2017، وهذا شخص أن السلفي والنبي بيّن أن المؤمن لا يكذب. هذه معلومة وهذا حديث أنتم تعلمونه وأنتم طلاب علم، فكيف بمن يكذب ويقول لم يتم القبض علي؟ فهذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني، ليس كذاب، أنا كذاب؟ السؤال الثاني يا شباب، أولا أنتم كطلاب أنتم تحزبون وأنتم تنهون عن الحزبية، وأنتم أمسكوا الناس بالحزبية، وأنتم أشد الناس بالحزبية. الدليل عندما خاض الناس في قول مزمل أنتم أشد الناس تحدثا ورفضا لهذا القول، ولماذا لا تصدق الإعلام؟ أيوة ليه؟ نعم الإعلام، تقولون الإعلام فاشل وكلام جرائد. الإعلام أتى بتوثيقات وبكلام ثابت ومبين وباسم المحكمة وبرغم القضية. بيت وين؟ ده ما بغشوكم بينتو، انتو أتبعوا الله، أتبعوا كلام الله، سنة رسول الله، فلماذا تتمسك بالأشخاص؟ مزمل شهاب أحمد البدوي، أحمد البدوي كان على حق وكان الناس يتبعونه وكنا نمشي معه إلى الجامعة، ولكن اليوم صار أحمد البدوي يمشي منتكس الرأس، ووالله رأيته بأم عيني يمشي منتكس الرأس، والله لم نرى منه إلى الآن خيرا. هذا هو مزمل وشبهه وأتباعه. فأنتم كل من كان على حق انسحب منكم، وإن شاء الله كل شخص لا يتكلم عن الحق فهو زائل زائل مهما كان. والحديث في نفسي كثير، وأريد الإجابة من الدكتور وشيخكم وعالمكم مزمل الفقيري. يلا والله ما في عليه طلع دكتور يعطيك اكبر براءه طلعك دكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، اما بعد، الإخوة الطلاب الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ ختم كلامه، الأخ أبو دقن ده قبل ما أجي الثاني، ختم كلامه بأنه الناس ما تكذب والكذب حرام إلى آخره، وكذب قال أنا دكتور. أنا ما دكتور يا أخي، أنا ما دكتور يا جماعة، أنا زول عادي جدا أخوكم في الله، ولست بعالم، وإنما تعلم آية أو حديث نبوي صحيح وأبلغه للناس بما أستطيع بنص قول النبي عليه الصلاة والسلام، بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وأنا أقترح للأخ أنه يعني كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أقل الناس تكلفا، كان الصحابة رضوان الله عليهم أقل الناس تكلفا، فأقترح للأخ أنه ما يتكلف، تكلم بالدارج، أنت ما بتعرف اللغة العربية معليش، يعني لأنه التكلف ده بيخلي زول بيضرسني أنا بالذات. يعني مثلا قال لماذا لم يتم، لم يتم دي ما حصلت أصلا ولا في اللغة الفرنسية ما في،
أصل في العربي دي ما في، لكن في الفرنسي ذاتها لم يتم، دي ما في إلا عند الفنانة بتاعة العرس لازم نتمه، دي ما في ناجح، عرفتها؟ في اللغة العربية ما في. أنا الثاني قال شنو؟ هو المصيبة يا جماعة أي زول بيغلط، لكن المصيبة في الزول شنو؟ اللي بيتشدق، والتشدق والتكلف الزايد والغلو ده نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. في سنن أبي داود قال النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يبغض الرجل البليغ أو الفصيح الذي يتخلل بلسانه كما تفعل البقرة. حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وده أنا أول ما أنت تكلمت تذكرت الحديث ده. فزول ده يعمل فيها ناجوري من ناجورا ويجي برطع في اللغة العربية عفصها كلها. تاني قال شنو؟ قال أشد الناس، حتى الطلبين علموا، قالوا لا ما قال أشد الناس، دي كيف يعني؟ أشد دي مضاف بتبقى في الحتة دي، والناس دي جايك أنا ما يدون دي النقاط، قلت أنت تزايغ منها ليه؟ والناس دي مضاف إليه بتكون مجرورة بشنو يا جماعة؟ بل إضافة ما ممكن تكون أشد الناس أو أشد الناس، أصلا ما ممكن أشد الناس. فبعد ذاك قال قبضوا في يوم 12 وتبين لنا من جريدة التيار. أصلي نهاية صار السنة صارت نهاية بطل، إنه صاروا مع الإعلام. شوف الصوفية فاتحين فيني مش بلاغ واحد، فاتحين فيني أنا حسبتهم 10 من أول يوم فتحوا قبل 3 سنة ولا 4 سنة لليلة 10 بلاغات، والحمد لله رب العالمين، ربنا أخزاهم. وكل ما يفتحوا بلاغ فيني أو في أخواننا دعاة التوحيد ديل الدعوة قاعد تنتشر وتصهر وتلقى تعاطف زيادة من المجتمع. فتحوا بلاغات كثيرة، أول حاجة فتحوا الشيخ اللمين بتاع البيبسي، خلاص فتح البلاغ والحمد لله رب العالمين، ربنا سبحانه وتعالى طفشوا من البلد ذاته، كسروا لزاويته بالبوكلين أو اللي تحت ذاك اسمه شنو؟ البوكلين ده كده اللي تحت، كسروا الشغل ده انتهوا منه مرة واحدة، وسجنوه في الإمارات وطفش من هناك ودقوا له خروج بدون عودة، ومن السودان ربنا انتقم لدعوته، دعوة التوحيد ولدعاة التوحيد. جاء بعدي والإزيرك فتح برضه فيني بلاغ، قال داير تعويض 100 مليون، ما لقى ملينة حمراء، وطفش مشى وين؟ أمريكا، أجروا له تكل في أمريكا قاعد فيه، ما شفته أنت في اليوتيوب؟ قاعد جوا تكل مدسة كده، وأنا سأرد على ولاد الشباب من جوا تكل، يا أخي عمل لك بيض وكله ترد شنو؟ المهم طفش مشى هناك، بعديه فتح واحد ثاني بليد برضه بلاغات ما لقى حاجة، وهسه الصوفية فتحوا بلاغات، هذا ماشي جديد، ماشي جديد، لكن ناس الجرايد وقالوا معتقل واعتقلوا من أمام منزله بالشجرة ويواجه ما أعرف ليك تهمة الإعدام ودارين يطبحوه، والآن 5 سنوات مسجون. حتى واحد صوفي قال والله بعيني دي أنا حضرت المحكمة وحكموا عليه ب5 سنوات، دي من 2 أكتوبر، الليلة كم أكتوبر؟ أهتمت 5 سنة ولا ما تمت؟ أهو ده أنا قاعد لك في حلقومك، عرفت كلامي؟ يا أخي أفترض بكرة دي سجنوني مؤبد، في شنو يعني؟ دعوة الله وقعت ترتاح أنت لأنك من أهل الضلال، لكن دعوة الله بتقيف؟ دعوة الله ما بتقيف يا ناس، دي دعوة حقت رب العالمين. والصوفية وأنت ذاتك واقف معاهم الآن من كلامك والكلام اللي قلت كلمة اللي قلتها هسه دي، والصوفية والناس اللي واقفين معاهم ده الشيء اللي قاعدين يعملوه ده من إشاعات، ومعاهم وسائل إعلام عرفتها كاذبة دجالة مجرمة شغالة معاهم، وأقلام آسنة كاذبة خاطئة حاقدة حاسدة على دعوة التوحيد وعلى دعاة التوحيد. ده كله دليل بدل لنا دليل واحد، إنه الدعوة دي مالها ماشية ومؤثرة، دي أقوى دعوة مؤثرة، وبقدر التأثير بتأتي الإشاعات والأكاذيب، وبقدر قوة الدعوة وسعة انتشارة الصراخ والألم. الصوت بتاع دعاة التوحيد ده صوت حار، بديك كده شبتك انت بتقول شاك بتكورك، صوت حار حار بفضل الله سبحانه وتعالى. وكل الطلبة عارفين الكلام ده، انا ما محتاج اردد الحتة دي كثير، دي اقوى دعوة. عجبك عجبك ما عجبك امشي افتح بلاغ انت زادك بالشرطة، دي الدعوة، دي دعوة الله الواقفة. ونحن الناس اللي ما عملنا لهم حاجة، كل الأحزاب دي تجانية سمانية قادرية ختمية ركينية سجم رماد أمسك بغادي أنصار سنة جناح جكو جناح صلاح اللمين جناح إسماعيل عثمان جناح مين ما بعرفه جناح مين، أمسك بغادي الأخوان المسلمين جناح جلك
جانا مين الصادق عبد الله عبد الماجد، جانا عبد الحي يوسف، جانا مؤتمر شعبي غيره، امسك به غادي حزب الامه. الدعوه دي منجمهم كلهم شت يا اخي. بتاع الجريده اللي انت بتتكلم عنه ده ذاته، بتاع الجريده انت بتصدقه من رجال البخاري، قال دار يزم الدعوه بتاعتنا. قال والغريب قال انه دعوه هؤلاء الشباب جابنا باسمانا، قال هي اكبر حضور على مستوى الساحه السودانيه. شكرا يا بتاع الجريده. وده بتاع الجريده اللي انت جعله من رجال البخاري، قال ديل اكثر حضور على مستوى الجامعات وعلى مستوى المنابر السودانيه وعلى مستوى اليوتيوب والانترنت، قال دي اقوى دعوه بيحضروا لها ناس، والله الذي لا اله غيره، والحق ما شهدت به الاعداء. ونحن ما همنا في الكتر كثير، لكن ماله لو كل الناس اهتدوا يا سلام، دي اطيب حاجه. لانه النبي عليه الصلاه والسلام قال لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر شنو؟ النعم. واما ناس الجرائد اللي انت بتتبرطع بهم ديل، ديل نجمناهم لهم خمسه يوم يتنجموا، عارف الحاصل ولا ما عارف؟ لكن احنا بنسكت بعد ما الحله، بنقفل الحله، نخت التوم والبصل والحاجات واللحمه ونقفل الحله. الشغله دي لما انت كوضم كويس بعدين بنفتحها لك. ام جاي اسالهم قول لهم انتوا قاعدين وين يا سادات؟ وليه وقفوا الكتابه؟ ده سؤال برضه. كلهم يتنجموا يا زول، اصبر بس انت، ولسه النجام جايهم لقدام. ونحن دائما بنعمل بالمثل، عرفته؟ البطل بيضحك في النهايه. يعني بنكون بس قاعدين كده لحد ما ينتهوا تب ان شاء الله وباذن الله، ما بقوه مننا ولا بحول، بننجمهم ليه كلهم بفضل الله سبحانه وتعالى. عرفته؟ طيب بعد ذاك قال قال ذاك الاول قال انقسام السلفيين، ولقد انقسم هؤلاء السلفيون، انا ما اعرف ده من صغر قريش ولا شنو، انقسموا وانه شايل له ورقه كتبوها له هسه جديده حاره، ولقد انقسموا وما قادر يقرا ذات. السلفيين ما انقسموا اصلا ابدا، ما حصل. ديل ما سلفيين، ديل اللي بيمشوا يفطروا مع الكباشي ويدعشوا مع الصايم ديما، انت قصدك انصار السنه؟ ديل ما سلفيين، والله ما سلفيين. عجبك عجبك ما عجبك، دي الحقيقه. سلفي بيمشي بيتعشى مع صوفيه؟ الصوفيه شغالين معانا بلاغات الليل والنهار، تقول وسلفي يمشي يتعشى معاه ويمص يده مح مح، ده سلفي؟ انت مجنون ولا شنو؟ سلفيه ده غيروها ولا شنو؟ انت قال السلفيه دي مجرد لحيه، اللحيه دي من الدين، لكن ما اللحيه براها هي كل السلفيه. فهمت الحته دي ولا ما فهمتها؟ ما هسه ده عنده دقن، ده بتاع شد الناس ده عنده دقن، هسه ده سلفي؟ فهمت انت؟ فما اي زول عنده دقن معناته نافع يا ناس، عرفته؟ والمثل قال ما كل المدردم، المهم. طيب قال محمد السيد حاج رحمه الله تعالى في شنو يعني؟ انا وجدت اباطيل على ميزان الكتاب والسنه، وقلت الناس ما تسمع له وتسمع للعلماء، في شنو؟ في شنو يعني؟ واول زول يردوا عليه يا زول الامام مالك قال ما منا منا، يعني دخل نفسه ذاته مع مجوى الامام مالك، تقول لي محمد السيد؟ وما منا احد الا راد ومردود عليه الا صاحب القبر النبي عليه الصلاه والسلام. تتكلم كيف يا زول؟ ودي التربيه الوسخه بتاعت انصار السنه، ولقد رددتم على محمد سيد حاج، والليله بتاع شنو؟ برد عليك انت ذاتك، خلي محمد سيد انت ذاتك تجيب باطل برد عليك. اي زول يجيب باطل، ان بقى شوف ان بقى اعظم زول في الكره الارضيه دي عايش الليله جاب باطل في الاسلام في الدين ده بيرد عليه. اما اتكلم في الطحنيه في المربى في الدكوه يردوا عليه ناس الدكوه، في الدين ده بيرد عليه. اللي شابكني وخلاص يعني الود قال الليله حكشفكم واكسب تعاطف الطلبه، ولقد رددتم على محمد سيد حاج. نعم رددنا على محمد سيد حاج، فماذا هناك يا حاج؟ في شنو يعني؟ في شنو انا ذرفا؟ في شنو يعني؟ بعدين ردينا قلنا شنو؟ انت ما كان تبقى زول امين، والزول اللي كتب لك الورقه ده اظنه قلم البيت قطع، تم الباقي. ردينا في شنو؟ في حق ولا في باطل؟ ده سؤال يا شيخ، في حق، عرفت كلامي؟ وانتهى وموجود في اليوتيوب، موجود في اليوتيوب، من أراد المراجعة فليراجع، ده الحاصل يعني. ونحن ذاتنا إذا وقعنا في باطل ندعو جميع المسلمين والدعاة خصوصا يردوا علينا. فهمت الحتة دي ولا ما فهمتوا؟ ده دين يا مسلم، لكن أنت ما فاهم الإسلام ذاته، تلافي مع أنصار سنة، ما فاضي من الأناشيد. ختام الدورة العلمية ونشيد يا أختاه أبكي حتى تتمختي، أوه أوه أوه. أنت ما بتتعلم دين، أنت بتتعلم شغل أورجن، ما بتتعلم إسلام، ما بتتعلم كتاب وسنة يا أخي. يا أخي
في علماء أئمة من الأئمة الأربعة ردوا عليهم في مسائل. تقول لي محمد سيد حاج من الأئمة الأربعة ردوا عليهم في مسائل. تقول لي محمد سيد حاج رحمه الله تعالى ما تلعب وساكت بالعواطف وتدغدغ المشاعر. وأكبر سبب إنه زول ده محتال ما ورى الناس ردينا في شنو، لأنه لو وريت الأباطيل الردينا فيها دي أباطيل باتفاق العلماء وباتفاق المسلمين بالاتفاق، ما فيها مسألة واحدة خلافية وليست فيها مسألة واحدة فرعية، بل كلها أصولية من أصول الدين ومن صميم الإسلام. وده دين أنت بتلعب ولا شنو؟ وانت قال الغاز الناس شنو، ناس الجرائد والناس الناشرين الإشاعات والأكاذيب وناس الإعلام. يا أخي قناة قناة اس أربعة وكم ما بعرفه، قناة كاملة سلطت لحرب هذه المنابر. نحن واقفين في الشمس لا عندنا غنى، عرفت كلامي؟ في 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 قناة فضائية لا عندنا جريدة بعشرات المليارات، ما عندنا، عرفتها؟ ولا عندنا إذاعة بنجمك من هنا، الأمة كلها مستحضرة إلا من رحم الله، قنوات فضائية. واحد امبارح قال لي برضو في صحيفة مصرية اسمها الدستور، قالت والله هؤلاء الشباب لابد أن يوقفوا في مصر، ومصريين ذاتهم سودانيين. ده معناته شنو؟ أسألكم بالله، معناته الدعوة وصلت ولا ما وصلت؟ وصلت. فأنا كل ما ألقى زول بصرخ أنا بضحك والله، معناته أخذت صوت، أخذت صوت في نص راسك من هذه الدعوة، عرفت كلامي؟ ده الحاصل، فرصة مفتوحة يا أخي. وده ما نغاش ذاته منطقي، أنا شايف ده ذاته ما مستوى بتاع نغاش والله، ما مستوى أصلا. واحد يكتب له ورقة وما قادر يقرأ وأشد الناس وما أعرف ليك، ده كله هوا ساكت. أنا داير ناس يناقشوا بعلم، قلت كده والدليل الرد. هذا هسه من الأدب؟ هسه ده من الأدب؟ ما من الأدب، ده الأدب اللي علموا لهم أنصار السنة للأسف الشديد. دي التربية بتاعت الأناشيد، زول دقنه قدر الضربة وما عنده أدب قاعد يكورك من برا. نحن من أدبنا أدينا فرصة، أدينا ولا ما أديناه؟ أديناه. هسه ده أدب عليكم الله؟ شوف الزول اللي ما بيستحي على دقنه ده عليك الله، دقنك كبيرة كده وما عندك أدب؟ فرصة مفتوحة للحوار والنقاش، بأدبك. مش ما مؤدب بتتأدب هنا وبتتنجم هنا. تفضل. هيخليه يخش شيعي بوزي بهائي بيلعب في المورده كله خش عليك الله. وروا ادب المنابر، الواد ده يكون جاي من برا الجامعه بيقرا هنا، وروا الادب بتاع المنابر. ما في زول بكورك من برا يا اخي، شيوعي ما بكوركم من برا. انت دقنك قدر دي تكورك من برا يا اخي؟ استحي على دقنك دي يا اخي، شو زول ده دقنه كبير كيف بكورك من برا؟ ها امسك.